الآن راح نحسب كميات الأعمال بعد ما حسبنا الأطوال. جدول الكميات راح يكون بالشكل هذا. عندنا النمبر، عدد الايتمات مرقمة، الديتيلز التفاصيل، اليونت وحدة القياس للأعمال، النمبر العدد، الدايمنشن هو الطول، اللينث والويد والهاي، الكوانتيتي الكمية اللي عبارة عن ضرب هذه الأطوال أو الأبعاد، وعندنا النوت إذا عندنا أي ملاحظة أو إضافة. بالبداية إحنا قلنا شنو نريد، الفاونديشن اكسكافيشن وورك أعمال حفريات، قلنا دائما الحفريات هي متر مكعب. نمبر لان احنا عندنا البنايه مالتنا البلان غير مكرره، هي فقط هذه. اللين تشوفون بانه الطول، بما انه عندنا احنا اعمال حفريات اذا لازم نحسب طول او ارتفاع الحفر. ارتفاع الحفر هو عباره عن هذه الأرض الطبيعية natural ground level، الارتفاع هو منا إلى آخر نقطة واحد اللي هو هذا الهاي. فهسه نجي الطول احنا حاسبيه لأن هو بعرض، احنا راح نحفر بعرض جيجاد، بعرض 0.9، بعرض 0.9. فإذا نجي على الطول اللي بعرض 0.9 هو 36.78. بعدين نجي عندنا العرض هو 0.9 والارتفاع هو 1، فتكون النتيجة 33.1 متر. الايتمز الثانية الرايدة هو بيدينج وذ، احنا طبعا قلنا اي شيء فرش متر مربع متر مربع، لكن لازم نذكر السمك اللي راح نحفر به او راح نفرش به العفو. السمك هو 0.08 متر ثيكنس اوف كراشد بريكس من الطابق المكسر. بما انه متر مربع اذا احنا محتاجين طول في عرض، ما راح ناخذ الارتفاع لذلك ذكرناه هنا. فالطول هو نفسه طول 0.9 لان الفرش راح يكون بعرض 0.9، فراح يكون عندنا 0.36 هذا 0.78 في 0.9 متر مربع، اذا بعدين فقط يطلع عندنا 33.1. اعمال الخرسانه اللي الكونكريت اوف فاونديشن بنسبه خلط 1:2:4، كل شيء خرسانه هو متر مكعب، اذا نحتاج 3 اطوال، طول بعرض بارتفاع. الطول هو نفسه لان احنا الخرسانه ايضا بعرض شقد 0.9، فهذا الطول مالت الأساس بعرض 0.9 36.78، العرض 0.9 والارتفاع هو 0.25، يطلع عندنا الناتج 8.27 متر مرب مكعب مكعب، هنا 33.1 متر مربع. عندنا البولدينج with the brick مع البناء بالطابوق under the damp proof تحت مانع الرطوبة، عندنا 3 تدرجات. grid أول تدرج هو grid 48 والثاني هو grid 36 وgrid 24. أي بناء بالطابوق تحت مانع الرطوبة هو بالمتر مكعب، فوق مانع الرطوبة يكون بالمتر مربع، فراح نلاحظ بأنه عندنا احنا النمبر واحد لأن ما عندنا تكرار. نجي طول البناء، طول الأساس، طول الأساس لعرض 0.48 وشقيت 37.2، فننزل 37.2 طول. العرض هو هذا العرض، هذا العرض 0.84 والارتفاع هو 0.24.
كانت هذه النتيجة. نجي على الجريد 36، عندنا الطول الأساس بعرض 0.36 استخرجناه 37.32، الارتفاع هو 0.24، والعرض شقد 0.36. إذا راح يكون عندنا الطول 37.32، العرض 36، نحن قلنا طابوقة ونص، والارتفاع هو 24، وكانت النتيجة 3.22. الجريد 24 سنتيم أيضا متر مكعب. الجريد هو الطول مالته 37.44 بالعرض اللي هو 24 عرض طابوقة، والارتفاع مالته هو لحد صاف مانع الرطوبة هو 8.48. نجمعها كلها لأن هي كلها فقرة واحدة للبناء بالطابق تحت صاف مانع الرطوبة، أصبح عندنا 12 متر مكعب. بقى عندنا منه، بقت عندنا صاف مانع الرطوبة. صاف مانع الرطوبة أو أعمال مانع الرطوبة تؤخذ بالمتر، أما متر طول أو متر مربع. فإحنا إذا نأخذها بالمتر المربع نحتاج بعدين. البعد اللي نحتاجه هو منه؟ هو الطول نفسه بعرض 24، لأن صاف مانع الرطوبة بعرض 24. فنجي عرض الأربعة وعشرين قد كان طول الأساس بي؟ 37.44. 37 37.44. شلون أصبح عندنا 35.44؟ المفروض نكتبها إحنا بالنوت. إحنا عندنا لو تلاحظون هنا عندنا هذا الدور الباب عرضه 1 وارتفاعه 2 متر، وهذا الدور أيضا عرضه 1 وارتفاعه 2 متر. إحنا بصاف مانع الرطوبة لو كان أكو بناء ما راح نقدر نفتح الباب. لو كملنا كله صاف مانع الرطوبة بنيناه كاملة، فمعناته ما راح أقدر أفتح الباب، راح يصير عندنا علوة نسميها أو ارتفاع أو. فإحنا لازم شو ننقص؟ لازم ننقص عرض الأبواب. عرض الأبواب لازم ننقصها، نشيلها حتى نقدر نفتح الباب. فإذن 35.44 ناقص 37.44 ناقصا 2 متر، لأن عندنا بابين، فرح تصير عندنا شقد 35.44. العرض نفسه 24، فرح يكون عندنا طول في عرض بدون ارتفاع. فإذا لازم شنو نذكر الثيكنس لمانع الرطوبة لوجه قد اللي هو 10 سنتيم. نذكره وين؟ نذكره أثناء وصف الفقرة. دامب بروف كونكريت 0.1 متر ثيكنس. أصبحت عندنا الكمية 5.51 متر مربع. أرجو الطلاب تقرون السؤال وتحلوه بإيدكم، وأي استفسار أنا حاضرة وموجودة حتى أفهمكم إياه.